راهي حاضره معنا فيروز وجيده سوبرانو، اليوم راح نتعرفوا اكثر عليها وعلى يعني تحضيراتها النفسيه للحفل اللي سيقام اليوم بدار الاوبرا على الساعه 7 مساء. صباح الخير وشرفتي فيروز، لاباس الحمد لله، يسلمك. سوبرانو هو الاسم الفني سوبرانو هي لا كلاسيفيكاسيون تاع ما فوا كوم لو تينور بور لي زوم السوبرانو سي بور لي اليوم راح تكون شانتوز اوبرا يعني راح يقام لها حفل على الساعه 7 وبدار الاوبرا الجزائر بعلام بسايح بمرافقه البيانيست العالمي دومينيك بوليان. راح نتحدثوا على اكثر على هذا الحفل وعفوا الموسيقى السيمفونيه العالميه نشطه يعني بفضلك يمكن بفضل يعني الفنانين الفرقه الوطنيه السيمفونيه اللي يبقى نقولوا انه الجمهور نتاعها نخبوي. حكينا على الجمهور الجزائري وتذوقه لهذا النوع من الموسيقى. الجمهور الجزائري جمهور رائع، انا بديت معاه في البدايه تاعي تاع الدراسه في السنوات الاولى، كان عندي سلف الحظ نكون اول سنه لدراسه في دراسه الاوبرا، وغنيت في قاعه ابن خلدون لاول مره، كنت السنه الاولى. يعني ماشي اول مره راح تغني بالاوبرا. وكان الجمهور رائع، يحب يتذوق الاشياء الجديده. الشعب الجزائري فريمون اي انكرويابل، اي ديجا فيير دافوار ان ارتيست الجيريان اللي يقدم موسيقى عالميه ولا جزائريه، دائما يكون في الموعد ودائما قلبه ذواق، دائما ذواق قلبه كبير ويحب يشجع الفنانين. دونك بديت اول مره مع في قاعة ابن خلدون، أول مرة غنيت مع الأوركسترا كنت السنة الثانية مع الأوركسترا دو غران ألجي تحت قيادة المايسترو الله يرحمه ساولي رشيد، كان زوج المايسترا تاعي مع المدرسة تاع لا تكنيك فوكال تاتيانا سيرجيفا ساولي. وكملت بديت بشويه في الاول، كان ما كانش عندنا بوبليك كبير اول مره، سي كوا لوبيرا كلاسيك سي كوا تابتي، وليت كنت لا سوليست دو لوركستر سيمفونيك ناسيونال. هذا النوع من الاغاني دوك نكمل لك عليه بيتي تابتي، بيانو بيانو كوموندي اون ايطاليان، بدا بدا الجمهور يجي ويتذوق هذه المغنيه الجزائريه اللي تغني الاوبرا، سي مانيفيك. تري سوفون يقول لي انا حبيت بنتي صغيره تولي تغني كيما انت، بور موا سا سيتي اون كراند ساتيسفاكسيون باسكو جاريف ا ترانسميت مون امور بور لو شون ليريك. وانا كبرت في حسين مسعود، دونك جيتي لوان دو شون ليريك. غراس ا ارتي يافي اون شونتيز دوبيرا كي باسي، مون بار قال لي فيروز روحي تسمعي، قال لي تو سي ما في بور شونتي كوم سا اي فو بليزيغ اني دو ترافاي. Moi j'avais une voix facile, quand on ramenait Psouhoula. Je pense qu'il faut juste ouvrir la bouche et chanter de l'opéra. Finalement, ben, c'est vrai que j'ai une voix facile, mais c'est beaucoup de travail, de technique pour faire ça. Donc voilà, et la maison, on avait toujours une collection de musique, que ce soit algérienne, française ou la machriqia. Donc Kberta avec une richesse culturelle incroyable à la maison. Qu'est-ce que j'ai dit d'ailleurs ? Je me suis inscrite à l'institut pour faire l'opéra. مي شافي با ما كنتش عارفه بلي سا اكزيستي. كيما قالوا لي بديت الموسيقى الاندلسيه، بعد قالوا لي تحبي الموسيقى الاندلسيه، قلت لهم نعشق الموسيقى الاندلسيه. يعني هي قريبه من هذا الطابع يعني مختلفه تكنيكمون، يعني بزاف لا تكنيك اي ديفيرونت. بديت الموسيقى الكلاسيكيه بالروسيه مع الاستاذه الروسيه تاعي والايطاليه، ومن بعد جو بوغي بلو اريتي. سي روحك يعني في الغناء الاوبرا كنت بنفس الوقت ندرس، كنت عملت ترجمه في ليسونس في الترجمه لا فاك سنترال، وكنت نروح بنفس الوقت تحصلت على دو ديبلوم بلا فاك سنترال والمعهد الموسيقي. يعني انت فيروز وين تكمن الصعوبه يعني في الغناء الاوبرالي؟ يعني بالمقارنه نقولوا مع غيره من الانماط وطبول اخرى من الغناء. يعني وين تكون الصعوبة؟ الصعوبة في ديجا في ليجين دو في لو ترافاي لا تكنيك، لأنه يتطلب اون فورس فيزيك، اون بون فورس فيزيك، اون بون فورم أوسي، اون هيجين دو في بور لا فوا يفو فار تري اتونسيون، لأنه صعب الصوت الصوت سي فريمون لي كورد فوكال سي ان انسترومون تري 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 ديليكا لا فوا، دونك يفو فار تري اتونسيون، يفو لونتريني، اون اي دي اتليت. De la voix. Vraiment, des athlètes. Deux heures par jour.
2 heures par jour, les vocalises et le chant et la respiration et le yoga et ouvrir son corps parce que la voix elle est dans le corps donc حنا نغنيو بالجسم تاعنا مش برك بالحنجرة سي بوكو دو ترافاي مي بوكو دو ريغور aussi ولكن حبك يعني لهذا الشيء لا باسيون هذيك تكون انت تحبي هذا تعشقي الموسيقى الكلاسيكيه وتعشقي واش ديري ما تقدريش ما تشوفيش تقدري 5 سوايع وانت لازم نترجموا نخدموا الصوت تكنيكمون لي فوكاليز 2 اور بار جور اوفرير لو كور فير دو سبور فير اتونسيون سكو مانج اي بريباري لو ريبرتوار سي سي ان روس اون دو ترادوير نعملوا ترجمه سي سي بالايطالي نفس الشيء ومن بعد الانتربريتاسيون تياتر اكتينغ دونك داخلين بزاف الاشياء وهذا الشيء قرب يعني راح يمشوا اليوم الجمهور من خلال الحفل اللي سيقام لك اليوم بدار الاوبرا على الساعه 7 يعني بمرافقه البيانيست او العالمي نقول دومينيك بوليان يعني احكي لنا كيفاش راهي التحضيرات النفسيه التحضيرات يعني كانت الجمهور كانت اني متفائله بزاف راني نشوفها كذلك راني متحمسه راني متحمسه ومتفائله باش نتلاقى بالجمهور اللي شافني نكبر معاه كنت طالبه السنه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه حتى السنه ستة. رحت على إيطاليا بعد عزموني في 2007 مع الأوركستر pour avoir le prix du président de la République عبد العزيز بوتفليقة en 2007 pour le الشباب المبدعين اللي كان عندهم أقل من 30 سنة كان فخورة بهذه الجائزة وليت كان آخر كونسير ليا بالعاصمة وليت 2016 dans le cadre des journées internationales scientifiques et culturelles organisées par le ministère des affaires étrangères d'ici يعني بعد عامين راح تعاودي تلقي عاود من هذا الرجوع الكبير قدام الجمهور الكبير في الاوبرا اوبرا الجزائر كنت متحمسه باش نغني في الاوبرا الجزائر مع بروغرام انكرويابل جو شوزي افيك بوكو دامور واش حضرت مع واش حضرت مع دومينيك كانوا حد عن on a deux parties la première c'est la partie classique où je chante les plus belles romances les plus beaux airs d'opéra باللغه الفرنسيه الايطاليه والروسيه الجزء الثاني الحفل يكون pour le répertoire du patrimoine national donc je reprends les chants de ma patrie, de l'Algérie, en arabe et en berbère. Et donc, je suis vraiment très fière de pouvoir chanter dans mes deux langues. Et fière des couleurs. Bidar l'opéra. Où Dominique, elle me tremble, il a fait de la musique. Il a fait un kbir. Il trouve ça magnifique. Il dit, mais quelle belle couleur. Il a fait un kbir. 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 C'est une personne vraiment extraordinaire. C'est une personne vraiment qui aime la musique. Un musicien universel. Il doit tout la musique. من كل مناطق العالم نواحي العالم دونك وهو يحب الموسيقى العربيه لما سمح لي ممكن نغني اكابيلا بدون موسيقى يقول لي كيسكو سي بو سي مانيفيك فيروز يقول لي تغني التراث تاعك بحب كبير وهو سالو دون انفي انكور دو ماكومباني افيك بوكو بلوس دو اكيد هذا الحماس اللي نشوفوه في يعني من خلال عينيك ومن خلال يعني حركاتك يمكن في عبد الكبيرة الجزائر حتى تعرفوا يعني اكثر واكثر على هذه الموسيقى العالميه كذلك دائما راح يرافق نقولوا فيروز الموسيقار او البيانيست العالمي بوليان اللي ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ونورتنا بالحضور يعطيكم الصحه ميرسي على الاستضافه شكرا ليك سعاد